يعني الواحد مستاء مستاء انه مش عارف يحتفل بكام بطوله اللي خدها السنه دي، غير ان احنا اصلا ما بقيناش نعرف نحتفل. وفي تركية كده هتكلم فيها ليه علاقه بالقصه دي وقصه عقليه جمهور الاهلي. بس الحمد لله برضو في الاخر ان احنا عندنا مشاكل عالم اول، يعني احنا بنتناقش في فكره ان هل الشخص يستحق ان هو يكون موجود في المنظومه ولا لا، هل الشخص بعد ما يطلع من منظومه الاهلي زي الاستاذ خالد الجوادي هل هو يستحق اصلا انه كان يكون موجود، ولا اللي هو عمله ده غلط ولا ولا ولا. ويمكن الحته دي اللي مخلينا فارقين عن اي حد تاني، يعني اللي بيخلينا دايما فارقين عن اي حد تاني، والنقطه دي بقولها مره واثنين وثلاثه وهفضل اعيدها دايما، هي العقليه بتاع الجمهور الاهلي، الطريقه اللي جمهور الاهلي بيفكر بيها، الطريقه اللي بتخليك دايما على التراك وبتخليك دايما رايح لاعلى حته، ولو انت في اعلى حته فانت لسه بتتخانق عشان تفضل في اعلى حته ما تنزلش. غير ان عندهم مشاكل تانية خالص، يعني بيبوسوا في كتاب زيزو عشان يقعد ومش هيقعد، وبيبوسوا في وراك بن شرقي عشان يجي ومش هيجي، يعني حاجات كده احنا مالناش دعوه بيها، مش موضوع انا مش هنتكلم فيها النهارده. انا جاي النهارده الصراحه عشان اتكلم على اللي قاله الاستاذ خالد الجوادي في البرنامج امبارح مع الاعلامي المحمودي، بكل ادب بكل هدوء برضه بكل بساطه. يعني الواحد مؤخرا ابتدى يشوف حاجات مش متعود ان هو يشوفها في النادي، ويمكن ده اللي بيضايقنا، وممكن تكون وجهة نظري احيانا ما بتعجبش ناس، بس ده طبيعي، احنا يا جماعة مش لازم نتفق على كل وجهات النظر، احنا كلنا بشر، ممكن اقول حاجات تكون متفق معايا فيها، ممكن اقول حاجات تانية تكون مختلف معايا فيها، وهي الدنيا كده، ده العادي او ده الطبيعي. كالعادة قبل ما هنبتدي الكلام عن الفيديو بتاعنا في كلمتين مهمين بنقولهم في الاول. يا جماعة لو سمحتوا ادعوا لاخواتكم في السودان، اللي بيحصل هناك في السودان لا يتحمله بشر، ادعوا لهم، خلي الموضوع يعدي على خير ان شاء الله، خليكم معاهم ادعوا لهم بعيدا عن ايه اللي بيحصل هنا من السودانيين في مصر. وتاني وتالت ورابع وعاشر ادعوا لاخواتكم في فلسطين. المجاعة اللي في شمال غزة بالذات، طبعا اصلا رفح او القطاع بتاع جنوب غزة في مشاكل وفي مجاعة، لكن الموضوع في شمال غزة وصل لمراحل مش طبيعية خالص برضو، مراحل لا يتحملها بشر من وجهة نظري، مراحل مش الطبيعي ان البني ادم يعيش ايام في حياته بالمنظر ده، ده الطبيعي يعني مش ده المفروض الطبيعي. طبعا كل حاجة ربنا كاتبها وربنا قادر على كل شيء، بس الواحد يتمنى ان الناس ترجع تاني وتتكلم تاني عن فلسطين، ويطلع الموضوع تاني ترند، والناس بقى اللي بتحب الترندات ترجع، ومثلا فنان محمد رمضان بدل ما يطلع يعمل ايه كوكاكولا ايه كوكاكولا ياخد كوكاكولا بالحضن يرجع يزعق لنا ويقول لك انت فين انت وخد سلاحك وتعال، قبل طبعا ما كان يتعرض عليه فلوس عشان يعمل اعلان كوكاكولا عادي، يعني مفيش مشكله يرجع ترند تاني عشان الناس اللي عندها ضمير تتكلم، او عشان الكلاب بتوع الفلوس يرجعوا يتكلموا تاني، مش مهم، انا هبقى مش متضايق يعني لو كلاب الفلوس ظهروا تاني، ونرجع برضو نصور ريلز ونصور فيديوهات ونلبس حاجات ليها علاقه بفلسطين وكده، وبعدين نرجع نعمل اعلانات لليبتون. يعني في اشكال كتير وسخه، الواحد محاط بشويه اوساخ في كوكب الارض عموما، ودي حاجه طبيعيه يعني خلينا متفقين عليها، بس ده مش موضوعنا، مش هنتكلم في القصه دي. ربنا يعين اخواتنا هناك، وان شاء الله ان شاء الله نعيش ونشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. موضوع الاستاذ خالد الجوادي انا هحاول ان انا ما اطولش فيه، او هحاول ان الفيديو ده يكون قصير، يعني الموضوع مش مستاهل ان احنا نقعد نحرق فيه. بس النقطه اللي الناس بتتكلم فيها، وانا هنا عندي كام نقطه انا معترض عليها بكل صراحه. النقطه الاولى هي فكره ان الناس بتقول اه فعلا الاداره عندها حق انها تمشي استاذ خالد الجوادي، استاذ خالد الجوادي اعلن امبارح في الحلقه ان هو اللي مستقيل، طلع استقالته على الهوا رغم ان دي حاجه ما تحصلش وده مش طبيعي، بس يعني عموما هو طلع استقالته على الهواء، فمن الواضح ان الاداره ما كانش عندها اعتراض على وجود الاستاذ خالد الجوادي، الله اعلم على الحقيقه، ولكن هو اللي استقال او هو اللي قرر ان هو ما يكملش. ويعني ايا كان في الاخر هو الراجل هو اللي قرر ان هو ما يكملش، فالله اعلم الحوارات اللي هو قالها او الحاجات اللي هو قالها كانت واصله لمجلس الاداره بالتفصيل ولا لا. ليه الناس معترضه على الاستاذ خالد الجوادي؟ ويمكن دي نقطه ما اعرفش، هل الاستاذ خالد الجوادي مش داري هو قال ايه، او هو مش مدرك هو عمل ايه؟ استاذ خالد الجوادي دايما بيطلع يقول لنا انا راجل اهلاوي جدا، انا مشجع اهلاوي، امبارح في الحلقه مع المحمودي قعد يقول انا قلت قبل كده ان انا مشجع اهلاوي وان انا بحب الاهلي، وانا 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 من اول يوم قلت لاداره الاهلي في اليوم اللي انا احس فيه ان انا عبء على النادي انا همشي. طب حضرتك مشيت يا استاذ خالد، هل معنى كده ان خلاص حضرتك ممكن تبقى عبء على النادي الاهلي عادي؟ يعني هل حضرتك مش مدرك فكره انك تطلع تقول المدير الفني اللي هو مارسيل كولر هو شايف ان فلان كذا، فلان كويس، صفقة فلان مهمة، القطعة الناقصة الجميلة اللي بيدور عليها، وفلان البديل الذهبي، وفلان لعيب لا غنى عنه، هل حضرتك مش عارف ان انت طالع تسيح بتفكير المدير الفني على الاعلام؟ هل حضرتك مدرك ان الامانة اللي كانت مع حضرتك وهي اراء المدير الفني
ومع كامل احترامي بقى لفكرة اصل انا ما كنتش مترجم بس انا مساعد والكلام الفاضي ده انا ما يخصنيش، مع كامل احترامي الناس اللي متابعاني عارفة ان انا طلعت دافعت عن خالد الجوادي قبل كده، مش عارف ليه انا كل حد بطلع دافع عنه بطلع هاجمه بعدين. يعني يا جدعان والنبي ارحمونا، طلعت اقعد طول الموسم بدافع على الشناوي، يروح يعمل حركة يخليني اعمل فيديو الناس تتخانق معايا عشان الشناوي، عشان انا اللي بهاجمه المرة دي الناس تتخانق معايا. استاذ خالد الجوادي طلعت دافعت عنه من فترة ساعة الترند بتاع فيلم قال بتاع ماتش سموحة، وطلعت قلت يا جماعة واصل ويمكن وارد وهق وقعدنا نحاول ايه نهدي الاجواء ونمشي الدنيا، يطلع استاذ خالد الجوادي يقول لي بقول لك ايه انت مش دافعت عني شويه، شكرا يا سيدي اركن انت على جنب عشان انا قررت اطلع في التلفزيون ابوظ الدنيا. يا استاذ خالد حضرتك كان معاك امانه الا وهي اراء المدير الفني، كان مع حضرتك امانه الا وهي قناعات المدير الفني، كان مع حضرتك امانه الا وهي اسرار غرفه ملابس النادي الاهلي. اتعلم من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده كابتن سيد عبد الحفيظ مصر كلها ليه لفت كده، لفت على شعرها مصر كلها دي باعلاميينها بكلها عشان يعرفوا انت مشيت ليه وازاي والراجل ما بيتكلمش. يعني مفيش اعلامي في مصر ما كانش نفسه يعمل سبق صحفي انه يستضيف، مع كامل احترامي لحضرتك، يستضيف الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان الكابتن سيد عبد الحفيظ يحكي له قد ايه هو اتظلم ومشي واصل حصل، وانا لما كنت في غرفه الملابس قلت لهم، ولما بلغوني بالقرار بلغوني بالشكل الفلاني، وانا كنت شايف المفروض يبلغوني بالشكل الفلاني. شوف مصر كلها، مش جمهور الاهلي، مش الاعلاميين اللي بينتموا للنادي الاهلي، طبعا الناحيه الثانيه كان نفسهم يمسكوا لقمه زي كده، انت عارف في ناس كده تحب تمسك عظمه وتقعد تعضعض فيها، لا مؤاخذه في اللفظ يعني، عظمه عاديه عشان يعني مش مهم، مش مهم. المهم اللي حضرتك مش مدرك انت عملت ايه، فحضرتك طلعت اولا، شوف انا كنت بهاجم الشناوي في فيديو لسه من كام يوم، كنت لسه بهاجم الشناوي على اللي عمله في ماتش سموحه، حضرتك طلعت سلمت الشناوي للاعلام وسلمت الشناوي للجماهير عشان تقول لهم اصل الشناوي قال 1 2 3، مش مسموح لحضرتك انك تطلع تقول ايه اللي حصل في غرفه اللبس بين حضرتك وبين الشناوي، ده رقم واحد. شوف مع اني كنت بهاجم الشناوي اهو، ومع ان اللي انت بتقوله بيدين الشناوي اكتر ويثبت وجهه نظري، المفروض اطلع انا دلوقتي اعمل فيديو اقول لهم شفتوا الشناوي اهو هو اللي قال 1 2 3، بس لا ده ما عندناش في الاهلي الكلام ده، الكلام ده هناك لكن عندنا احنا ما فيش الكلام ده، فاللي حضرتك عملته غلط. النقطة التانية، حضرتك طلعت تتكلم على قناعات المدير الفني بقفشة وبغير قفشة وبصفقات، وده غلط، لأن حضرتك أولا حطيت ضغط على لعيب من عندك، حطيت ضغط على الإدارة وهم بيفاوضوا لعيب مش من عندك، وحطيت ضغط على الإدارة وهم هيفاوضوا لعيب من عندك. أنا مقتنع إن زيزو كوبري بصراحة، مع إني يعني مش شايف إنه لو جاي معانا فرق قوي، بس يعني أحب أبشر إخواتنا في 100 عقبة، أخوكوا زيزو طالع بيع خلاص، كل سنة وأنتم طيبين، ألف مبروك، طلع بيع للسعودية، فإحنا يعني لو حبينا نجيبه بسرعة هنجيبه. وحطيت ضغط يا أستاذ خالد على الإدارة بتاعتنا، ينفع كده نروح نشتري زيزو يبقى الناس كلها عارفة إن كولر مقتنع بزيزو وشايف إنه لعيب كويس، يعني مش موضوعنا قصة زيزو، بس يعني المهم ما كانش ينفع حضرتك تطلع تتكلم في قناعات المدير الفني سواء باللعيبة الموجودة أو مش الموجودة. ما كانش ينفع حضرتك تحكي لنا اسرار التمرين، وما تحكي لنا كده يا استاذ خالد موقف حلو حصل في التمرين. والله مره كان في مهاجم كانش عايز يضغط، فقال له ايه هو انا اضغط كل مره، فالراجل قال له ايوه اضغط كل مره، لو تعبت تطلع بره ونجيب حد تاني. يا استاذ خالد حضرتك بتحكي بكل سلاسه كان دي حاجه المفروض الناس كلها تعرفها، هل حضرتك ما عندكش معلومه ان اللي بيحصل جوه غرفه الملابس، اللي بيحصل جوه التمرين، اللي بيحصل جوه سور النادي الاهلي او بره سور النادي الاهلي بس ليه علاقه بالنادي الاهلي بيبقى سر حضرتك ما تتكلمش فيه؟ هل يا جماعه احنا وصلنا للزمن، انا مش هتكلم في سوء نيه، يعني انا شايف في ناس بتهاجم حضرتك بشراسه على السوشيال ميديا، في ناس بتتكلم ان حضرتك شخص بتحاول انك توصل، وحضرتك شخص كنت طمعان في مش عارف ايه، وفي خبث في الكلام مش عارف منين إيه. انا مش هتكلم في الحته دي خالص، ومع كامل احترامي لشخصك ومع كامل احترامي لحضرتك، ده مش عشان اي قناعه باي حاجه، لان انا اصلا ما اعرفش حضرتك على المستوى الشخصي، لكن انا مش هخوض في الحته دي لان انا ضد المبدا ده، مش لاني مقتنع بعكسه، عشان حضرتك تبقى فاهم الجمله كويس وهكررها تاني، انا مش هخوض في حته النيه بتاعت حضرتك لان انا ما اعرفش حضرتك، فيبقى حرام عليا ان اخوض في نيتك، لكن حضرتك اللي انت عملته ده من بره يوحي بايه؟ للاسف يوحي باللي الناس بتقوله، ان حضرتك طالع النهارده على المشاع بتذيع كل حاجه حصلت عشان بس تثبت براءتك. الحاجه الوحيده اللي حضرتك كنت ناوي او المفروض كنت تكسبها من الحلقه دي هي براءتك. وبراءتك يا استاذ خالد لو حضرتك اتفرجت شويه على النادي الاهلي، ولو حضرتك اتفرجت شويه على كوادر النادي الاهلي، هتعرف ان براءه حضرتك ان لما كانوا يستضيفوك، بافتراض يعني ان المفروض حضرتك يستضيفوك على اساس ان حضرتك طالع تتكلم معاهم في حاجه، فكان كل ما يفتح معاك موضوع تقول له فيه طبعا فيه كذا كذا، احكي لنا موقف حصل مع كولر،
يعني في مواقف كتيرة بس مش مهم ان انا احكيها، في مواقف كتيرة بس ممكن ما احكيهاش، ممكن اشغل دماغي عليه بقى. يعني لو انا عايز اوصل لليفل اعلى من كده مع كامل احترامي للمحمودي او لاي اعلامي، ممكن ابتدي اشغل دماغي عليه، اشوف موقف الناس كلها عارفاه، اشوف موقف نزل له فيديوهات، اتكلم في موقف مثلا زي اللعيبه اللي نزلت في مره ما اتمرنتش، ولا لعيب طلع متبدل وزعلان، فانا اروح مبرق المدرب ومبرق اللعيب ومهدي الاجواء، وبص خلي لك الدنيا زبادي خلاط، اقول له والله ده في مره تاو ما طلع كان متضايق عشان كذا كذا كذا، والناس قالت 1 2 3 بافتراض تاو، يعني عشان ده اول واحد جه في بالي، والناس قالت ان تاو متضايق وفي مشاكل مع كولر، لكن مفيش اي مشكله، مارسيل كولر بيقدر يحتوي اللعيبه، وفعلا عمل جلسه مع بيرسي تاو وكان الموضوع بسيط جدا والموضوع منتهي والدنيا لطيفه ومش عارف ايه. طب هل فعلا بيرسي تاو هيمشي وكولر مش مقتنع بيه؟ والله انا على حد علمي مارسيل كولر مقتنع جدا بكل اللعيبه اللي معاه، اكيد الراجل عنده طموحات انه يطور، ممكن يكون في دماغه افكار معينه، عايز لعيبه معينه، بس انا ما حضرتش الجلسه دي، كنتش موجود لان انا كنت همشي، فانا ما اعرفش تقييمه الفني ايه، لكن هو حاليا مقتنع بكل الفرقه، عنده قناعات بكل لعيب، حتى لو في لعيبه الناس بتهاجمها، حتى لو في زي ما حضرتك دفع عنتر مع مطار كده، في لعيبه الناس بتهاجمها، في لعيبه مش عارف ايه، فوالله الراجل على قد ما يقدر بيحاول ياخد اقصى استفاده من كل لعيب. شوف كلام حلو اهو، هنملي حلقه وهنقعد نتكلم وهتطلع تصريحات وتصريح خاص الاستاذ خالد الجوادي، مارسيل كولر مقتنع بجميع لعيب النادي الاهلي، وسيبنا يا عم احنا ندب في بعض بقى في السوشيال ميديا ونقعد نقول ازاي مارسيل كولر مقتنع بطاهر، ازاي مارسيل كولر مقتنع بكريم نيدفيد، بقى ان كان، بس ما تبقاش طلعت سلمت سواء مارسيل كولر او سلمت اللعيبه. هل حضرتك يا استاذ خالد بالثقافه الاوروبيه يعني حضرتك حكيت لنا قد ايه انت متربي بره وبتتعامل بالثقافه او بالكالتشر الاوروبي شويه، او بالمعنى ان حضرتك بتتعامل بروفيشنال اكتر، ما بيبقاش قصدك حاجه، انت بتقول كلمه يبقى انت قصدها زي فكره فين اللعيبه ومش عارف ايه القصه اللي عملت اصلا بلبله في ماتش سموحه دي، وان انت ما كنتش تقصد، وانا برضو بفترض معاك حسن النيه لحد الاخر. هل حضرتك ما تعرفش ان الكلام ده لما يوصل لمارسيل كولر ممكن يتضايق؟ يعني هل اوروبيا حضرتك متخيل ان لما مارسيل كولر دلوقتي حد يترجم له، هيجي له مترجم جديد اكيد، لما حد يترجم له ويطلع يقول له اصل انت قلت وعملت وقلت وعملت، ايه ده انتوا عرفتوا منين؟ اصل الاستاذ خالد الجوادي المترجم بتاعك طلع في التلفزيون سيح للدنيا كلها، هل حضرتك مقتنع ان طبقا للثقافه الاوروبيه الراجل ده هيبقى مبسوط؟ هل الراجل اللي ائتمن على حضرتك على حاجات كتير وحضرتك طلعت سيحتها هيبقى مبسوط؟ انا ما اعتقدش يا استاذ خالد، واعتقد ان حضرتك محتاج تراجع نفسك. محتاج تراجع نفسك ليه؟ لان كده كده المفروض ان حضرتك ما تظهرش تاني في الاعلام مع كامل احترامي لحضرتك، حضرتك شخص اهلاوي بتحب النادي الاهلي وكل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده على دماغي من فوق، بس يا ريت حضرتك قبل ما تاخد اي اكشن سواء حضرتك او غيرك تفهم حضرتك داخل على ايه، لان تاني وتالت بقى النقطه اللي انا قلتها في اول الفيديو، جمهور النادي الاهلي وعقليه جمهور النادي الاهلي هي اللي مخليه النادي الاهلي رقم واحد، هي اللي مخليانا مركزين في كل التفاصيل، لدرجه ان حتى في التفصيله صغيره زي كده مع كامل احترامي لحضرتك، هي تفصيله صغيره، حضرتك كنت مترجم المدير الفني حتى لو هو بالنسبه له انت مساعد، فلما حضرتك تطلع تتكلم الناس مركزه معاك في كلامك، انت بتقول ايه وما بتقولش ايه، عشان ايه اللي ينفع عندنا وايه اللي ما ينفعش، هي دي عقليه جمهور الاهلي. في ناس تانية ما عندهاش أي مشكلة، ممكن حضرتك تطلع تسيح ويقول لك يا لهوي حق فلان ظهر وحق فلان بان وشوف مجلس الإدارة الوحش كان بيعمل إيه، إحنا ما بنحبش الكلام ده. إحنا فعلا ما بنحبش الكلام ده. حاول على قد حضرتك ما تقدر، على قد ما تقدر ما تظهرش تاني في الإعلام، ما تتكلمش تاني لو سمحت. لو حضرتك فعلا بتحب النادي الأهلي اقعد شجع النادي الأهلي، لأن دور حضرتك كحد يعمل في النادي الأهلي انتهى. فلو سمحت حضرتك ابعد عن الميديا، ابعد عن الاعلام، ونصيحه لاي حد يفكر من جوه النادي الاهلي انه في يوم من الايام يطلع يسرب اخبار مهما كانت الاخبار دي مرضيه لينا كجماهير، ما تفتكرش ان احنا هنقف في ظهرك ونبقى مبسوطين وانت بتسربها. اتمنى الناس تتعلم من الدرس ده، لان اللي بيحصل ده كتير واحنا خلقنا اضيق من كده. يعني لاحظوا ان انتوا عمالين تضغطوا علينا كده واحد ورا التاني واحنا هنا لوحدنا، احنا داخلين على موسم تقيل عايزين نركز عشان عندنا حاجات كتير قوي المفروض نركز فيها، اهم من فكره فلان قال وفلان عاد وفلان طلع في التلفزيون وفلان نزل من على التلفزيون. ارحمونا الله يخليكم.